ذكريات بس برشا كنت برشا في تلفزيها بري 40 سنة فهمتي، يعني عملت الأنواع الكل بتاع البرامج من حصص الأطفال للدمج بتاع الصور المتحركة للدوكيومنتير للسيري للفيتون كل شيء معناتها براتيكمون لي فاريتي براتيكمون جي توشيها تو. أهم الأعمال هي نقولوا احنا فما الدوبلاج نتاع ديسان انيمي معناتها رجاء كبير ياسر حتى من وقتها لي الابطال بتاع الصور المتحركه تشهروا برشا مثلا شبيح قرين الشلواش معرفش الصغير انت ما سمعتش عليهم ما صورش تعرفهم فهمتني خذاو برشا رجاء كبير ومن بعد فما لي سيري منهم خاتيني هذه خذات فيري خذات رواج كبير ياسر فوق قيمه قعدت في رمضان عملت بليزيور سيري وبعد دخلت في لي فيتون كبار منهم اول فيتون هو الدوار ومن بعد العاصفه ومن بعد حصلوا برشا فيتونات لما يجي 12 16 فيتون ديت الباك عام 65 ديت الباك صارت بالصدفة فما كونكور تاع التلفزة نعملوا كونكور للتلفزة عديت الكونكور هذاك بون نجحت ان طون كاسيستون ريالزاتور فهمتي فما وقتها ليكري وبعد لورال نجحت فيهم الزوز وبعد عديت عملت ستاج دو 6 mois من جانفي 67 حتى سبتمبر 67 جانفي 67 حتى سبتمبر 67 او كما نفتك بالحديث 66 قريت في الجامعة هنا في تونس الإيكونومية مانيش معمل عليها قريت سيونس إيكونومية مانيش معمل عليها في جانفي 67 دخلت للتلفزة أنت في سبتمبر 67 بعثوني بورسي لبرا للكوقت تشيكوسلوفاكيا في براغ pour faire des études supérieures أنت تاع فاكولتي دو سينما في براغ مشيت لغاية عديت 7 سنين في براغ أنت فما عام تاع اللغة تقرأ شي قلت لنا كي نقرأ مع الشيء عام تاع اللغة وبعد عام عملته لل هيستوار دولار على خاطر حسيت روحي ناقص شويه في الار كيما التوانسه الكل فاسون ناقصين شويه في الار انترناسيونال مونديال حسيت روحي ناقص ووقت اللي باش ندخل المكتب هذايا ناقص شويه في الار تبدا صعيبه ياسر الواحد يتعب ما ينجمش فهمتني دونك من بعد قريت الغادي في الفاكولتي دو سينما تاع براغ حتى نقضي الدبلوم 74 الدبلوم 1974 رجعت لتونس بديت نخدم ديريكت المخرج بديت هذا نعمل في ليزيميسيون بديت نعمل دي زيميسيون كولتورال ومن بعد زونفونتين ومن بعد واحنا ماشيين حتى لين ولينا في الفيتونات اكسترا شنو كانت الكوت تعبت فيها برشا لخاطر مني في الليل نبدا نكتب النص وفي النهار نعمل الخرج نتاعو وتتعدى كل جمعه معناتها شو كيفي اللي النص كنت نكتب فيها وحطيت فيه بنتي وقت عمرها 3 سنين ونص حسيت بها اللي هكا عندها ما تقول وكل شيء حطيت بعد اخي خذيت شيء كبير ياسر في تركيا شيء كبير معناتها فريمون شيء غريب معناتها وليت العباد تتفرج في تركيا على خاطر الطفله الصغيره هذه وعدينا بها وقت كنت اجي عامين ولا 3 سنين فهمتني وبعد الحق انا شخصيا فديت منها خاطر ديما نفس الشيء وزيد فيها تعب ياسر وقتها نكتب
نخرج وعمتي. وليت وقتها قلت للمعد بتاعها بالجسم ثابت قلت له يزيني وحسن بوه عرجت. وبعدين تلسون بعد ما خرجت أنا ما قعدتش برشا ومتنحات. هي شنية سلوكيات؟ هي عائلة متكونة عائلة وكل عائلة هذيك سير لها ديما أحداث فهمتني. والعائلة هذيك متكونة من الأول أولاد التلبسة في كلمة صوت حقول أولاد التلبسة كش نقولهم مش عندي ما نقولهم أنا مازال عندي معهم علاقة مش نقولهم حاجة. يمكن نقول للمسؤولين نتاعهم ما تنساوش الجماعة اللي هزوا التلفزة على كتافهم قبل واللي كونوها واللي انتم توا هلكتوها على خاطر التلفزة مشيت حسرة. كنا قبل مخرجين نعملوا اجتماع كل جمعة مع المدير العام باش نحبوا نحسنوا البرامج بتاع التلفزة. توا فين هذا موجود؟ معناتها كانت العباد الكل ما تفرش كان في تونس تولات معاد حتى حد يتفرج في تونس. بس تحب نقول له ترى عندي ما نقول لهم. تتصور قال لك لوديمات نتاعها كاتبو كاتر كاتبو رسوف هدرا بريمور بل كانت تدخل دي مليار تاع ببليستي تو ما عندهاش حتى كعبة ببليستي عندها ها فذي كل من ايش